هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالحلوين الجميلين. طبعا هذا انبنى الكبير السولار بانل ولا لوحة طاقة شمسية الجديد، وقام يعبي عنا كهرباء بسرعة شوي، وأظن بيغطي شوي الأزمة حتى وصل. قام يعبي الجديد، أتمنى أنه يعبي، لأن أنا الحين الهدف إذا طاح اللي هو يكون هذا المخزون موجود، وإذا فيه هو يكون دايما فل. طبعا الحين جتني تريد شب بدلته من موارد بفلوس، ما كان عندهم شيء، فابكم وبنيت شوي شغلات براويكم انا ايش سويت الحين. بس اهم شيء هذا يتعبر. سويت الجيم، حطيت، لا راويتكم الحلقه الماضيه، بس حطيت المطعم شوي، كبرته وزدت عدد الوجبات اللي ممكن تنتج، لان هذا بالستورج بعد عندي فل تقريبا. حطيت انا ستورج جديد الحين قبل الانترستاك، طبعا حطيته. طبعا دائما امشي على السرعه في اللعبه، سرعة جميلة. عندي 6 روبوتات، أبا أسوي عيوني يصلحون، أهم شيء إنهم عيوني يصلحون. وأكسجين عندي فول، ماي أمور طيبة، بس الماي قريب بيخون شوي، ترى الماي قريب بيخون. بس أنا تري هذا بعد، هذا ويند تربين. بنا نايس. الانجينيرز مشغولين، مالي دائما أتشكى إنهم ما يسوون شيء. زين، هذا معناه الحين عندي هو الكهرباء عندي مطيح خلاص. شوفوا الحين معدل انتاج اكثر من يعني اذا فيه هو، اذا ما فيه هو هاي المفروض شو طاح خيبه فوق راسنا. زين الحين انا طالب شوي عمال، ترى مش طالب عمال سوري، طالب ما بقدر اربط، ابى كارير بوت، لان استوى عندي وايد سامان انشل وعندي وايد من هذا. خلنا تخلص شوي من مساحة الستور، 10 من هذا 165، خلص يلعنهم شوي فلوس. طب 20 دريم زيادة، نبى كارير بوت. كنت اروم اشتري بعد دريلر زيادة، بس ما با الحين، الحين هاي الدريلرز اللي عندي مسوين شغلهم وزيادة الصراحة، لان انتاج الحديد عندي ممتاز. فشو سويت يا صاحبي؟ بعد بروسيسنج بلانت عسب ازيد المكاين اللي ننتج عليها حديد، يكون عندنا حديد اكثر دائما، لان المستعمره بتكبر بنحتاج حديد. وطلبت ميدكس، والميدكس ما شاء الله شغالين الحين، تقريبا ما في حد محتاج اي شيء ككلونس، لان الحين موقف. بس الحين لان في خطه، شو سوري، في خطه ان نحن شو نسوي، جارد نبى حارس، لانه في خطة شو اسمه، لا اله الله ساعدوني، حق ان نجيب زوار قريب، لازم نجيب زوار للمستعمرة. المستعمرة هاي ما تنفع في الطريقة هاي على طول، لازم يكون عندنا ناس تزورنا تدخلنا فلوس، اللي هم هاي ستار بورت بسويها. خلنا نحط يوم الانفورميشن، تذكرون اخر مرة حطينا استوت حفلة. زين مش لازم يكون له برايورتي، برايه كيفه مو بفارق بأي وايد، بس الماي زين وضعه. انزين الحين اللي بحطيه هو الكنترول سنتر، مركز التحكم لازم نحطيه. ترى وايد اتاخرت في الكنترول سنتر على فكره، المفروض من زمان حاط الكنترول سنتر، مش الحين، من زمان المفروض. بس شوف انا لوين قاعد امتد، يعني بستغل المنطقه هاي، يمكن في المستقبل حتى هنا هاي يستوي مناطق بعد حق الكهرباء ترى. ويت كم جارد يابلنا الحبيب؟ خلنا نوقف نشيك كم حارس يابلنا 3 جاردز مرة واحدة، مرة واحدة 3 جاردز وايد الصراحة. زين نبى مسدسات حكم، هذا اساس ان نحن نمنع المصايب والمشاكل. وي هاف ران اوت اوف سبيرز، ترى عيست وانا اجيب انجينيرز، يعني ايش تبوني اسوي؟ عندكم هنا خضره لين يوم الخضره، حطوا خضره كلو ولحم. جايب انجينيرز لين قايل امين، بعد ما يسوون لنا سبير بارتس كفايه، مع ان عندنا كل المواد حق سبير بارتس. انزين الحين بالنسبه لهذا نبى انتاج حديد، نبى انتاج بلاستيك. انا ما اعرف اذا هذا التوسع صحيح ولا غير صحيح. لحظه شو يابلنا هذا تريد،
جن ابا مسدس. عندي فلوس، عندي فلوس كاش حبيبي كاش. ينهي النقاش. لحظة، خل فلوسي عندي. 10 4 5، خلنا نفضي الستور شوي. 7 من هذا ما نباهن. كم؟ 155. خلنا ناخذ شوي كاش، خلنا ناخذ شوي كاش. تريد نفضي المكان شوي، نفضي المكان لان هني اصلا حق الكارير بوت. شنو اكثر؟ اوه ليش ما اخذت من عنده بروسيسور؟ عم بيسوي لي كارير بوت. اتس اوكي، اظن اتس اوكي عادي. عندي ميل زايمن، جاهزات حق الناس ياكلون، ما حد يعان. شويه يعاني موبايل، ما انا حاط اكل، اكل كل مكان موجود، ما حد قاعد ياكل اصلا، ما حد ياكل. مرياني ابا كارير بوت. الحين كم بوت عندي؟ عندي 6. والحين اوكي، يعني اوكي، يعني اوكي. هني بعد خطه، هني اسوي مكان حق السولر وهالسوالف. بس شو اخبار الكهرباء؟ 100 100 100 100، دام انه فيه هو اخباره 100 100. زين، عندي كاش بعد، شوفوا عندي كاش. نبى مسدس وحصلنا مسدس. زين، نبى نحطي في ال، كان في الفاكتوري ولا في ال، اظني في الفاكتوري صح. ارمز وركشوب هيسوي لنا جن، يبغى لنا بس بروسيسور صح. زين، هذا بشغله اوكي، بس بسير على الموارد وبحط جنز 3، حدنا في الستوك 3، لان نحن عندنا اصلا 3 منو مش انا اصلا قاعد انتج هذا. والله محتاج انجينيرز، محتاج انجينيرز من الخاطر انا. بس الحين ما اعرف اذا الاكل راح يستوعب، فاساسا الاكل ما توهق فيه. اجيب 8 كلون صغير لين كنترول سنتر يستوي. 8 بيولوجي سوري، اذا اجيب 8 بيولوجي صغير بيكون وايد زين. انا تشوف حصى يطير قدامي، ترى سويت عمري ما اشوفه. اوكي، عملت نفسي ميت. زين، هذا ليش ما يسوونه؟ هذا باب ممتاز حق البناء هني، شوفوا يطلع من هني ولا من هني يبنون. الحين بدل ما ياخذون لفه كامله، انا حسب كذي اسوي ابواب جانبيه اصلا. شوفوا شغالين، عندنا وركرز، عندنا بيشغلون هاي، ما عليكم، بيحولون هذا حديد وبيحولون لنا بلاستيك، مش بلاستيك، بلاستيك بلاستيك بلاستيك. والله يا جماعة ترى اللعبة شوي تعلقت فيها، أنا قاعد أخطط الحين استوت سيتي سكايلاين مالي ترى. بوتات شغالين 100 100، بالأفراح الجمعية أمورهم طيبة. متى البروسيسر هاز بين بلت؟ ما أعرف إذا عندي حد يشتغل له. أوكي، هذا ليش زعلان؟ أكل؟ أكل ها؟ في أكل ها؟ تعال كل، تعال كل. زين، تعال أنت شو عندك؟ خلينا ناخذ كارير بوتس بعد. نحن توه ماخذين كارير بوت صح؟ نبغى كارير بوت. كم سعره؟ 130. خلنا نفضي شوي الوركرز مالنا. كونستراكتر بوت، ونبى 3. هذا 3 مرة كلنا باخذنا، مو مشكلة. خلنا نعطيهم من هذا، نعطيهم 5 من هذا، ونعطيهم بلاستيك. عندي وايد بس ما بضحي وايد. 330 عندهم، كانوا يشلوا ابيع انا شيء بعد. ترى عندي، حتى لو اعطيه عندي ترى، بس خلي عندي ستوك وكارير بوت و3 بروسيسور. وايد حلو، وايد حلو. بيسوي لنا مسدس
ويسوي لنا هالسوالف. بس يا جماعه ابنوا هذا خلصوني يعني، ليش المعاناه هاي كلها؟ ليش ما تبنون هذا؟ تراهم بطيئين مرات، الواحد ينقهر يعني. بس ترى بس بعد ترى درب على فكره، طريق يعني الصدق الصدق انه طريق، طريق طويل. عندي 57 واحد ابغى اسوي دورم ثاني من هذا، بس لا بسوي كابن، بس كابن كبير، بسوي كابن، كابن عود هني ينتهي. شوفوا كابن عند كابن هذا، لان هذا اصلا مساحه ميته عندي. شوفوا هاي المساحه ميته مره، ما بني شيء. فخلنا نوصل في هذا. زين لحظه، انا بنيت الغلط اظني. لا والله الصح، هذا اكبر واحد. سبعه ولا اسوي حق 14؟ خلنا اسوي سبعه. بفترض ان هني الدكاتره والوظائف اللي شوي اعلى المتطلبه للرواتب اقوى هم اللي طلبوها يعني. انزين، عندنا اكسجين، عندنا كل شيء، امورنا طيبه. طبعا بنحط على طول مخزن كبت اسلحه مال جاردز، بحط جنبه سكيورتي كونسل جنب هذا. حلو. والجماعه هل تلسكوب كونسل؟ بنحط تلسكوب ترى لابد. والراديو كونسل جنب بعض. غرفة التحكم جميلة. الحين بما ان حطينا غرفة التحكم وهالسوالف، خلينا نحط لنا تلسكوب. ذنبنا، اوكي بيوفر علينا شوي تعب. زين، طبعا اظني راديو انتينا، الراديو طبعا مع الربع المنبوذين هني. خلونا مع اللاندنج لان راديو قلنا. والتلسكوب اس ذا سيم، هو نفس الشيء، هو بزاته تلسكوب. نفس الشيء مع اللاندنج. والله شكله احلى تعرفون، لانه يعطيني احساس بانه شو تريدر شيب. عندنا شيء، عندنا ستوك مكان، ما ببيع له شيء والله، ما عنده شيء انا ابغى. هذا يمكن مباهن زايدات، ما عندي شيء ثاني زايد هالمرة. 30 شلو هاي، بس هذا الزايد عندي قاعد افضي باستمرار يعني، فما يحتاج. زين، تريدنج هاز لاندد، وهذا هاز بين بلت. زين، عندنا الجارد هنا، شوف سكرتي كونسل هذا. زين، بيكون عنده مسدسات، لابد عندنا مسدسات. من عما قريب راح ننتج مسدسات يعني، اظني ننتج المسدسات، منتج المسدسات. عندنا ستكون هاي ثلاثة، لابد ان ينتجوا لهم. وين مسدس؟ مسدس هنا. شو اللي ناقص؟ عفا ناقصني حديد. كيف ناقصني حديد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست. استومو كان سبعة آخر مرة. أوكي ستة فاين عادي يعني، أوكي يعني ستة وايد أوكي يعني، مو مشكلة. بس الحين هذا ليش ما يبنون يعني؟ لازم أحط لكم هذا وتبنون ولا ما تبنون شيء؟ شو يبالهم دق والله. زين، ماي ناقص؟ شو اخبار الماي؟ كيف ماي ناقص؟ تناكي فول كومبوننتس هاف بين بلت. هذا مره في الورشه يطلع يقوم يشتغل، بس مره ما يحتاج يروح مكان حتى. بس انا احس هذا تعبان، مو شيء ابغى اسوي واحد ثاني، بالهم واحد ثاني الصراحه. خلنا نشوف مشاكلهم اول شيء. اكل، ها اكل لكم واحد؟ لحس شوي الاكل ناقص، ترى هو ما ياكل يعني، بيروح ياكل بعد شوي مو مشكله، بيروح يشرب. بس يبان وقفات زياده والاماكن زياده فيها تكون قريبه عليهم، يروحوا ياكلون ويشربون فيها. كنترول سنتر مكانه حلو في زاويه تي على فيو على المكان، وحلو بعد لو كنا نقدر نبني فوق اليبال وهالسوالف كان بيكون شيء جميل الصراحه. بس للاسف يعني we have run out of spirits. متى بيكون عندنا spirits اصلا؟
انا من عرفتكم انتم ما تسوون سبيرس الرغود على الانجينيرز. والله ليترلي قاعد اسبهم الحين. بنطلب انجينيرز زياده، ابا انجينيرز تعال عندي اكل، عندي اكل. وبما ان عندي وايد هذا اروم احط مطعم زياده الحين، يعني تعرفون شو؟ عشان ما يقولوا ما في اكل حتى كانتين. كانتين شوفوا، كانتين هذا مكان رومانسي والله. بس لا خله هني، ابى احشر شيء ثاني هناك بعد. مو زين والله استوى المركز الستور غلط، المفروض الكانتين هنا الصراحه. والله المفروض الكانتين هنا. زين خلنا ايرلوك لانه ما بمتد هنا، اظن بمتد من الكانتين ولا لا بمتد شيء. بحطي واحد هنا. لحظه تعال تعال تعال، ويت 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 ويت. تعال كم واحد يبتلي انجينير؟ واحد. والله ما تستحي وياك سيرات غير اقول. لحظة ها شو يباله بس يعطيني علامة. Uncovered district is not being operated from command center. ليش؟ Unoperated district. لا ليه يكون لازم احطيه في الكوماند سنتر نفسه؟ ويت. لا اوكي الحين اشتغل. اوكي بيشتغل مو مشكلة. خلينا نشوف الحبيب شو عنده. عندك شيء يستاهل ولا ما عندك؟ عندك مسدس؟ تعال مطلوب مسدس الحين، نبغى شوي سلاح. ما ادري اجهز حق حرب انا ولا زوار، بس المهم يعني بنحتاج سلاح، بنحتاج سلاح. لأن اصلا عندي 3 سكيورتي جاردز انا. باي جارد اوكي. زين كيف ايش اللي انقذه؟ انزين كيف اقدر انقذ هذا الحين المسكين؟ خلاص يس اطلع اطلع والله اطلع مسكين. اهم شيء مخترب والله، يعني سير سوي ريبير، سير سوي ريبير. لا تقعد طالع، لا اعطيك عمخك الحين العمود ودينك. سير سوي ريبير. وقف سوي ريبير، ما يبي يسوي ريبير. متنح ترى هذا الحين، ها متنح. خلينا نشوف هذا ينبني. امشي ما يروح داخل و بها كاميرا. شوف انا هذا صار صلح انت ال يمكن كان هذا اصلا في الدور جاي يصلح فهذا ما ويت. خلنا نحط واحد ثاني يمكن بنحتاج زيادة. اوف شفت اللي شفته حتى عور. اوكي صلحوا سريع سريع، كفوا عليهم والله كفوا والله. ذيابة بس اوكي. تعال سووا رياضة. اوكي ممتازة حق الصحة والله. هذا راح يحط في شيء 2% بس شو اسوي مجبور الحين. هذا اوكي وصل 40%، هذا من طايع الحين قام ممتاز. تلسكوب ربع والله اشكالها حلوة ترى. شوف خلنا بند التاب شوف شكل المستعمرة من برا. It's very nice. اللي صراحة
كنترول سنتر بيوفر لنا شوي شغلات الحين. ما تتي على كيفك. لحظة، 1 2 3 4 انجينير. خلاص ما نبغى انجينيرز. بتشوف متى اقدر استحمل زيادة. يوم احس الكوكب اللي يستحمل ناس زيادة بيب، مع ذلك ما راح يب. زين الحين كنترول سنتر عنده رتلسكوب وهذا شغال 40%، حتى مش شغالين 100% ولا قريب 100%، ويروح اوت اوف كونكشن سمها. اوكي بس اتصور السكه يعني. لحظه هذا شو جايب لنا، خلنا نشوف. ما جايب لنا شيء بعد، مالت عليه. عندنا شوي ستوكات زيادة، تشوف ما قاعد نستعملهم فخلنا نعقم. والله خلنا ناخذ كل الفلوس اول شيء. خيبة، حرامي هذا، والله انه حرامي. حرامي عود بعد. زين طبعا ما في شيء نعدل عليه، لكن هذا التين حطي طاولة، بنحطي تلفزيون، حطي فود ميكر، بنحطي ديكوريشن وراهم. اوكي حلو مبدأ الكرنسي على فكرة، ان كيف كل شيء يكلفك يعني بالبلاستيك ولا اللي تنتجه، ولازم فلوس من برا. الماي بينقصنا اكيد، فخلنا نحطي مال الماي. وين مال الماي؟ هذا هو الماي، بس عشان اشكالهم تكون حلوة خلنا نحطتيه. نكشن حلوة يعني، نكشن جميل. للحين اشوف الكهرباء يعني مسيطرين على الوضع، ما في عندنا مشاكل كهرباء. مركز التحكم، والله الحين يباله شوي، يباله زوار، بس نحطي جيم زيادة. زين حطينا جيم زيادة، بنتحمل زوار لان في اكل زايد. ترى اهم شيء في الموضوع كل الاكل الزايد، ترى عندك اكل زايد امورك طيبة، ما عندك اكل زايد ترى امورك مش طيبة. ها انا اشوفها بالطريقة هاي. زين اذا حطي هذا اروم حطي هني، بس هذا ديد اند، اذا حطيت هذا ما رمو اوصل اي شيء هني خلاص، فلازم احسب حسابه مليون مرة ان كم مرة وصلت ديد اند ثبت هذا انا وهقني. فخلنا اول شيء نحطي لنا مالتي دوم. زين نوصله بطريق هذا، هاي مشاريع مستقبلية كلها. افا ونحطي لنا كان مش هني، سوري نحطي لنا هني في الزاوية، حتى بقرب من هذا كقدر الامكان هني. زين نوصله. اوكي في الشعب عندهم مشاكل، عندهم شيء، عندهم اليوع بس هو المؤثر الكبير، مع اني احاول احط لهم على كل لفه شيء. زين خلينا نحط دوم، ان عندنا مكان حق ولا عندنا انتاجيه كهرباء عاليه، خلينا نحط بتري. شوفوا قام يتعبى خلاص، فهذا هني بتاري صغار اظن يركبن في الوسط هالاماكن. اوكي اذا بهاي الطريقة خلنا نحط بتري هني حق الاشكال، واظن يغيرون يمشون هني اسرع اصلا. خلي يعبي بتري زيادة دام انه يعبي ويعبي، وشاد حيله والانتاج عالي. اوكي في بطارية بعد مفولين، خلي افول البطارية. انزل هاي كانت حلقتنا اليوم، هو ترى فكرة بغرفة التحكم. زين فما بطول وايد الموضوع. هذا وركر ليش داشة هنا. زين تلسكوب كونسول، وهذا يبالنا قارت اول 2 غير
انا مور تو كارز بس ما اعرف كيف وضع الاكل بيكون. فابو اجيب قبل انا الحلقه شو بسوي؟ بتون الحلقه جايه شو بتحصلون؟ بتحصلون بايودوم شي يعود هني مش هني بايودوم عود هني اوكي. بتحصلون عندي طبعا هني مخرج اوتش اوكي يلا ما عليه تستوي تستوي تو شفتوا شو استوى عرفتوا صح؟ منزل بايدوم عود هني وبحطي ورا هذا الدرم هذا بيكفي حق الناس الموجودة حاليا بس ما اعرف شو لازم اسويه. كل شيء كل شيء برايرتايز مهم انكم تبنونه يعني ما اعرف شو السالفة بس انتم ما تبنون الا دق هذا يباله والله كارير بوتس الصراحة يباله من خاطر. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم ما بطولها نفس الحلقة الماضية وايد طالب. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير وقريب بيكون عندنا زوار بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.